النظام السوري في التصعيد في ريف إدلب مدعوما بالطيران الحربي الروسي. تطورات ميدانية تترافق مع صمت تركي على خرق النظام السوري وحلفائه للتفاهمات القائمة في ظل انشغال أنقرة بمعركتها في معركة غصن الزيتون. وتطورات الملف السوري تسارعت أيضا في الأروقة داخل البيت الأبيض. هناك تلويح من قبل واشنطن باستخدام القوة ضد النظام السوري في حال ثبتت الأنباء عن استخدام الأخير الأسلحة الكيميائية مجددا. للوقوف أكثر على تطورات هذا الملف معنا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي أستاذ أحمد أبا زيد. مرحبا أستاذ أحمد. أهلا بك. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ أحمد. يعني هناك تطورات ميدانية متسارعة، تصاعد من قبل وتصعيد من قبل النظام السوري يرافقه الطيران الحربي الروسي. كيف يمكن أن تلخص لنا التطورات الميدانية والواقع على الأرض؟ يعني التركيز الآن من قبل النظام ومن قبل الطيران الروسي إضافة للإيرانيين هو على إدلب، محافظة إدلب إضافة للغوطة الشرقية. التصعيد في الغوطة الشرقية هو مستمر دائما، فعليا هي أقل منطقة حصل فيها هدن، لكن في إدلب كان هناك التزام فيما قبل الحملة الأخيرة باتفاق خفض التصعيد على الأقل من حيث الطيران. منذ نهاية شهر 12 السابق كان هناك تقدم، حملة كبيرة تقدم فيها النظام على مساحات واسعة من ريف حلب الجنوبي وريف إدلب الجنوبي. حاليا النظام أصبح على بعد 15 كيلومتر من مدينة سراقب. يبدو أن النظام بعد ما حصل على مطار أبو ظهور هو يحاول التقدم حتى إلى الأوتوستراد. كان هناك مخطط، أو فعليا هو ضمن اتفاق خفض التصعيد وضمن مخرجات الأستانة، أن على تركيا أن تنشر نقاط مراقبة في نقاط التماس يعني مع النظام، لكن قبل عدة أيام دخلت التركي وكان متوجه نحو بلدة العيس. بلدة العيس هي على مشارف تل الحاضر، حيث مركز عمليات النظام ومركز العمليات الإيرانية أيضا، لأن قاسم سليماني ظهر هناك أكثر من مرة. هذا الرتل تعرض إلى قصف مدفعي من الحاضر وعاد بعدها. يعني فيما يبدو أنه حتى الآن لا يوجد جدية أو هناك هشاشة فعليا في الدور التركي في نشر نقاط مراقبة في محافظة إدلب. نعم. رغم أنه هذا يعني جزء من دوره في الأستانة وفي اتفاقية خفض التصعيد كضامن لوقف إطلاق النار. في المقابل حتى روسيا كضامن أيضا لوقف إطلاق النار لا يبدو أنها تعمل يعني على الالتزام به، بالعكس هي تقود العمليات أيضا عبر الطيران في إدلب، وهناك قصف مستمر في سراقب في جرجناز في المعرة، وهي المناطق فلنقل ربما تكون المناطق التالية بالنسبة للحملة البرية وحملة الطيران أيضا. نعم، كيف يمكن برأيك أن نفسر هذا الموقف أو الصمت التركي؟ هل ما يحكى عن صفقة عفرين مقابل إدلب هي صفقة واردة أو قائمة اليوم؟ هذا ما يفسر موقف تركيا؟ يعني أنا لا أعرف بالنسبة للصفقات، فعليا تركيا أيضا لديها أولوية بمنع حصول موجة نزوح أخرى في إدلب. حين نتحدث عن إدلب نتحدث عن أكثر من 2,600,000 مدني هناك، يعني ما بين سكان محليين وما بين نازحين إليها. هناك أولوية لدى تركيا أيضا في عدم خسارة هذه المنطقة وفي عدم حدوث موجة نزوح أخرى. لا أعتقد أن تركيا تفضل خسارة هذه المنطقة، لكن لا يبدو أن التفاهمات التركية الروسية على هذا القدر من الصلابة، ولا يبدو أن حتى روسيا لديها استعداد للضغط على الإيرانيين لوقف الحملة البرية ولا لوقف قصفها الجوي أيضا. أعتقد أنه ربما كان هناك تفاهم حول غصن الزيتون مقابل الضغط لحضور سوتشي، وفعليا صار هناك ضغط تركي على أجزاء من المعارضة لحضور المؤتمر، انتهت بانسحابها، لكن تركيا شاركت في المخرجات وشاركت في البيان الختامي. لا أعتقد أن هناك صفقة يعني عفرين مقابل إدلب، على الأقل لأن تركيا لا تفضل حصول موجة نزوح أخرى ولا تفضل خسارة أكبر مساحة نفوذ لها في الشمال السوري.
نعم، يعني هل تنازلت تركيا عن بعض النقاط خاصة فيما يتعلق بمناطق خفض التصعيد ومخرجات أستانا وغيرها، تنازلت عنها مقابل ملفات أخرى تخشى عليها؟ يعني حتى الآن تركيا كان ينبغي أن تنشر نقاط مراقبة لوقف التصعيد على طول الحدود التماس ما بين مناطق المعارضة وما بين النظام في إدلب وفي حلب. نشرت عدة نقاط على نقاط التماس مع الأكراد، مع الوبيجي، لكن لم تنشر نقاط على تماس مع النظام. كان هناك محاولة وتم اعتراضها من قبل قصف مدفعي من النظام، يعني وعاد الرتل بعدها. هذه طبعا لا يبدو أنه سبب كافي بالنسبة للاتفاق على مستوى دول، بالنسبة يعني حين نتكلم عن جيوش. حتى الآن غير مفهوم سبب التباطؤ التركي في نشر هذه النقاط. يبدو أن روسيا نفسها ليس لديها مشكلة، بالعكس هي تفضل الوصول إلى الانفصال الدولي. هذا يبدو أنه هو الوجهة التالية بعد الوصول إلى خط الحجاز، إلى خط سكة الحديد. إضافة إلى أن الإيرانيين لديهم أولوية أيضا، وكان هذا أحد دوافع التدخل الإيراني منذ 2013، لديهم أولوية في الوصول إلى كفرية والفوعة، البلدتين ذات الأغلبية الشيعية والمحاصرتين في مناطق إدلب. حصل النقطة الأقرب إلى كفرية والفوعة هي بلدة العيس من جهة الحاضر، وهي النقطة التي كان ينبغي على تركيا أن تنشر نقاط مراقبة فيها، وكان الرتل متوجه نحوها، لكن حصل اعتراض من قبل القوات الإيرانية في الحاضر لهذا الرتل وعاد. يبدو أن إيران مستمرة في مخطط الوصول إلى كفرية والفوعة، وأن هناك أيضا نية لدى روسيا ومخطط للوصول إلى الاستيراد الدولي والاستيراد بين حلب وحماة. نعم. وهذا ما يحققه الحملة تجاه سراقب الجارية حاليا. نعم، يثار مرة جديدة اليوم عودة الحديث عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وهو ما عبر عنه وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتس، الذي أشار إلى احتمال شن ضربة عسكرية جديدة ضد النظام السوري في حال تأكدت المعلومات عن استخدام لغاز السارين. لماذا يثار هذا الموضوع اليوم مجددا؟ يعني هو يثار مجددا لأنه تكرر استهداف الغوطة الشرقية بغازات سامة، ربما لم تكن غاز السارين، كان الاستهداف الماضي بغاز الكلورين، لكن أيضا حصل استهداف قبلها بغاز السارين، حتى بعد الكلام عن نزع الأسلحة الكيماوية، وحتى بعد هجوم خان شيخون. يعني هناك أكثر من 30 نعم، ولكن اليوم يعني يثار هذا الموضوع مجددا، ولكن لم نشهد أي محاسبات سابقة، فإثارة هذا الموضوع اليوم إلى ماذا يدل، خاصة أنه لم نشهد أي محاسبة حتى اليوم؟ يعني هو المحاسبة التي حصلت هو تسليم أجزاء من المخزون الكيماوي، وهذا ليست محاسبة حقيقية. يعني أنا أعتقد أنه أيضا إثارة الموضوع لها علاقة بالمناكفات الروسية الأمريكية حول مسار الحل أو التسوية في سوريا. روسيا تحاولت أن تفرض حلها الخاص في سوتشي. الولايات المتحدة قاطعت هذا المؤتمر. واضح أن هناك تباين في الأجندات أو في تصور المستقبل حتى في سوريا بالنسبة للولايات المتحدة وروسيا. طرح هذا الموضوع هو يجدد الكلام عن محاسبة النظام عسكرياً، وليس محاسبته يعني فقط بشكل أدبي أو بتسليم مخزون من الأسلحة. روسيا تعتبر أنه أي هجوم على النظام أو أي انتقاد له هو انتقاد لها مباشرة. حتى الأمريكيين يعني يعتقدون ذلك، ولذلك الكلام أو التلويح عن استخدام السلاح الكيماوي من قبل النظام أو عن محاسبته هو محاسبة لروسيا أيضا، محاولة للحد من تفردها أو من طموحها للتفرد بالحل في سوريا. واضح أن أمريكا تعد لوجود طويل الأمد في الشمال الشرقي السوري، وواضح أيضا أنها ترفض شكل الحل الروسي، يعني شكل الحل كما قدمته في سوتشي. لكن أيضا الولايات المتحدة لا تتكلم عن رحيل النظام ولا عن إسقاط حتى رأس هذا النظام، رغم أنها تتمه مباشرة بالكيماوي. ريكس تيلرسون يتكلم عن أنه بشار الأسد يحق له الترشح في الانتخابات حتى بعد الكلام عن جريمة الكيماوي وبعد الكلام عن جرائم حرب وما إلى ذلك. ذلك حتى الولايات المتحدة حتى الآن لا يوجد لديها موقف واضح تجاه رأس النظام.
ولا اعتقد انها تروح برد عسكري يمكن ان يسقط النظام، وانما رد تاديبي شبيه بمطار الشعيرات او محاوله للضغط على روسيا للتنازل في ملفات اخرى، للتنازل مثلا في محادثات جنيف والضغط على النظام للانخراط اكثر في المحادثات. يعني هل تعتبر انه هي محط جدل سياسي بين طرفين، الولايات المتحده من جهه وروسيا من جهه اخرى، خاصه انه روسيا اعتبرت انه وجهت اتهام الى الولايات المتحده واعتبرت ان ما تقوم به هو لضرب العمليه السياسيه التي جرت في سوتشي، ما تعليقك على العمليه السياسيه التي جرت في سوتشي؟ يعني هو فعليا لم يحصل عمليه سياسيه في سوتشي، وانما حصل قتل للعمليه السياسيه. حين نتحدث عن مسار سياسي، مسار انتقال سياسي كما تكلمت عنه القرارات الدولية في جنيف 1 في 2254، نتحدث عن مفاوضات لتحقيق هيئة حكم انتقالية وتحقيق نظام جديد فعليا، حتى لو تم الحفاظ على بعض المؤسسات الموجودة. لكن ما حصل في سوتشي وشكل الحل الذي ترسمه روسيا هو تفسير الانتقال السياسي بكونه مجموعة من التعديلات الدستورية التي تتم بمشاركة أغلبية من النظام نفسه، ولذلك هذا يعني إلغاء الانتقال السياسي عمليا. في سوتشي مثلا لم يكن هناك اعتراف، لم يكن هناك اعتراف حقيقي بوجود طرف آخر مقابل للنظام، رغم أنه 7 سنوات فعليا منذ بداية الثورة السورية ومن حصول هذه الموجة الكبيرة من النزوح ومن الضحايا ومن الصراع المستمر، روسيا لم تعترف بوجود طرف آخر. هي تريد حتى من أطراف المعارضة ومن هيئة التفاوض وغيرها أن تدخل ضمن مظلة إعادة إنتاج النظام نفسه تحت بند أن التعديلات الدستورية وأن الانتخابات النزيهة في ظل حكم النظام يمكن أن تحقق انتقال سياسي، وهذا طبعا مستحيل. أنا أعتقد أن سوتشي فشل كمؤتمر في أن يظهر روسيا في أن يظهر مؤتمر سلام ناجح، نعم، لكن هذا لا يعني فشل مخرجات سوتشي ولا يعني فشل الأهداف التي أرادها سوتشي. سوتشي ربما فشل كمؤتمر، لكن كمسار هو ما زال يراهن على نجاحه، خاصة بعد حضور الأمم المتحدة للمؤتمر، حضور ديمستورا نفسه وحتى ثناء غوتيريش على المؤتمر، وبعد ما يبدو أنه ترحيل نتائج سوتشي إلى جنيف. هذا قد يعتبر نوع من التنازل الروسي، لكن روسيا لم تكن تريد أن تفرض حل شامل في سوتشي. روسيا أرادت تمرير هذا المخرج الصغير وتمرير هذا الهدف المتعلق بأن يصبح التركيز على اللجنة الدستورية وعلى التعديلات الدستورية، وهذا تحقق لها. حتى بنقله إلى جنيف هذا لا يعني أنه سيصبح ضمن إطار العملية السياسية الشاملة، وإنما روسيا تركز، وحتى هذا كلام ديمستور، على أن الانتقال السياسي يعني تحقيق تعديلات دستورية أو إصلاحات دستورية وليس حتى دستور جديد، وأيضا النقاش في الانتخابات. الكلام عن انتخابات يعني نزيهة أو مباشرة في ظل حكم نظام الأسد وفي مناطقه، إضافة لوجود هذه النسبة الكبيرة من اللاجئين ومن المناطق المدمرة، يعني هو أشبه بنكتة. لا يمكن الحديث عن انتخابات حقيقية في ظل النظام الحالي، ولا يمكن الحديث أيضا عن أن المشكلة في الدستور. الدستور السوري دائما، حتى بعد انقلاب آذار 63 أو بعد الحركة التصحيحية أو في 2012، هو دائما يتكلم عن تحديد صلاحيات الرئيس وأيضا عن الحرص على الحريات وعلى العملية الديمقراطية ولا آخره. لذلك المشكلة لم تكن يوما في الدستور حتى يكون الحل بإصلاح أو تعديل الدستور، المشكلة في المنظومة الحاكمة، ودون وجود نية حقيقية لتغيير لانتقال سياسي حقيقي يحقق نظام جديد، لا يمكن أن نتكلم عن حل أو تسوية أو حتى عملية سياسية في سوريا. ما يجري هو إعادة إنتاج النظام ومحاولة شرعنة من قبل المعارضة. أحمد أبا زيد، شكرا جزيلا لك وعلى كل هذه المعلومات التي أفدتنا بها. كنت معنا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من اسطنبول. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام الفقرة السياسية لهذا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة. الآن عودة للزملاء لمتابعة باقي فقرات صباح.